الكويتيين وبنذكرهم. مشروع انطلق من مبادرة الشباب الكويتي لتربية المواطنة. فكرتنا بدت لاعتقادنا بأن ثقافة المواطنة تنمي في الفرد الإحساس بالأمن والطمأنينة وتحقق لذاته. فالتربية الوطنية لا تدرس ولا تلقن، إنما تنشأ في الفرد عن طريق الأسرة والمدرسة والمجتمع. ولأن هدفنا تعليم النشء والشباب تقديم المساهمة الإيجابية في المجتمع، بنرسم شخصيات ونروي قصصها. عصامي كون نفسه بنفسه وسموه ملك اللؤلؤ، وساهم ببناء نهضتنا. صاحب السمو أميرنا المعظم، إنه لشرف كبير لزملائي أعضاء لجنة الدستور ولشخصي أن نتقدم إلى سموكم في هذا اليوم التاريخي نيابة عن المجلس التأسيسي بمشروع الدستور الذي رأيتم وضعه للبلاد على أساس المبادئ الديمقراطية. جاب الأرض شرقا وغربا، ذهابا وإيابا، باحثا عن كل جديد ومبتكر في علم الفلك. عشقت الأطفال فبادلوها العشق، فكم من طفل وطفلة ظهروا في برامجها وصاروا من مشاهير الكويت. فارس العمل التطوعي، حب القراءة من صغره وبدأ العمل الخيري بالثانوية، وفي فترة دراسته شارك في تأسيس جمعية الأطباء المسلمين. رجل بأمة بنى المدارس والمساجد. كان نجما حيثما حل، طالبا ناصحا أو مفكرا، كاتبا أو محاضرا، نائبا أو وزيرا، لماح سماع للشكوى، يدافع عن الكويت في كل لحظة. تعامل مع الظروف بإيجابية وبروح التحدي تعلم الغوص، وصار أول غواص في آسيا والشرق الأوسط. شخصياتنا مستمرة ما انتهت، ساهمت في بناء ونهضة المجتمع وبكافة المجالات أبرزت. بكل سنة كويتيين وبنذكرهم لكم.